مبدأ فصل السلطات من أهم السمات التي تميز النظام السياسي الأمريكي الذي يعد مثالا على النظم الرئاسية، حتى أنه في بعض أدبيات السياسة الأمريكية يوصف بأنه الفصل الحاد بين السلطات، ويعني ببساطة أن لا تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس بعمل السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي النواب والشيوخ أو عمل السلطة القضائية والعكس بالعكس. ولكن هناك أبواب خلفية لتجاوز مبدأ فصل السلطات في بعض الحالات، سأتحدث عن أحدها وهو الامتياز التنفيذي أو ما يعرف بسلطة الرئيس للحفاظ على سرية المعلومات. من المعروف أن الرقابة هي من المهمات الأساسية للسلطة التشريعية، وتتم في إحدى صورها باستدعاء مسؤول من السلطة التنفيذية للإدلاء بشهادته حول قضية معينة، ويلتزم المسؤول بالحضور والإدلاء بشهادته. ولكن هناك حالات يرفض فيها الرئيس الأمريكي أن يمثل أحد مسؤولي إدارته أمام مجلس النواب ويدلي بشهادته أو يفصح عن أي معلومة. هذه الحالة هي الامتياز التنفيذي، وهي حالة غريبة بعض الشيء وغير واردة في الدستور الأمريكي، كما أنها تمنح الرئيس سلطة مطلقة حول بعض القضايا التي يعطل فيها دور السلطة التشريعية تماما، مثل ما فعل الرئيس ريتشارد نيكسون عندما أخفى معلومات إبان التحقيقات بشأن التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي أو ما يعرف بووترغيت. وإذا عدنا إلى الوراء أكثر، نجد أن الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن بدأ باستخدام الامتياز التنفيذي عندما رفض تسليم مجلس النواب معلومات بشأن مباحثات مع بريطانيا بعد الثورة الأمريكية التي أفضت لما يعرف بمعاهدة جاي. وقد برر واشنطن موقفه بأن مجلس الشيوخ هو صاحب الاختصاص في النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى وليس مجلس النواب، ولذلك سلم الوثائق إلى مجلس الشيوخ دون مجلس النواب. مرة أخرى، إذا أمعنا النظر في هذه المسألة سنجدها غريبة بعض الشيء، لأن مجلس النواب حتى يمارس دوره الرقابي بحاجة إلى النظر إلى كل معلومة تمتلكها السلطة التنفيذية. الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون أيضا رفض تسليم مجلس النواب مراسلات تتعلق بإحدى المحاكمات التي كانت قائمة بحجة أن ذلك قد يضر بالأمن العام، ولكنه كان لديه الخيار أن يطلع مجلس النواب عليها ويحافظ على سريتها ويحول دون ظهورها إلى الرأي العام، ولكنه لم يفعل ذلك. ثم استخدم هذا الامتياز رؤساء آخرون وصولا إلى الرئيس هاري ترومان بعد الحرب العالمية الثانية، حين كانت تجري عدة تحقيقات أمنية حساسة دفعت الرئيس ترومان إلى منع الكونغرس من الوصول إلى الـ FBI أو إلى المعلومات تخص هذه التحقيقات، وطلب نقل أوراق التحقيقات هذه إلى البيت الأبيض حتى لا يطلع عليها أحد. وفي عام 1954، خلال ما عرف بـ Army McCarthy Hearings أو جلسات الاستماع بين الجيش الأمريكي والسيناتور جوزيف مكارثي للتحقيق في طلبه من الجيش معاملة أحد الأفراد معاملة تفضيلية، قضية محسوبية بين سيناتور أمريكي وبين الجيش، حينها طالب الرئيس آيزنهاور بإخفاء أي معلومة عن الاجتماعات أو عن الاتصالات الجارية بشأن هذه القضية. الرئيس ريغان وقع أمرا يقضي بأن أي طلب لمعلومة من الكونغرس ينبغي أن يظل معلقا حتى يوافق عليه الرئيس. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يمكنه اللجوء إلى المحكمة لنقض استدعاء الرئيس للامتياز التنفيذي، وقد انتصر مجلس النواب على الحق التنفيذي للرئيس في حالتي الرئيس نيكسون والرئيس كلينتون. وفي حالة كلينتون مثلا، قضت المحكمة بأن نواب كلينتون ينبغي أن يحضروا وليس لهم حق السرية في قضية مونيكا لوينسكي، مما اضطر كلينتون إلى التفاوض مع المحققين للتوصل إلى امتياز تنفيذي مفصل على مقاسه قبل المثول للإدلاء بشهادته. الرئيس جورج بوش الابن استخدم حق السرية 6 مرات، أولا في قضية إساءة استخدام مخبري الـ FBI، ثانيا لإخفاء معلومات عن لقاءات نائبه ديك تشيني مع رؤساء شركات الطاقة الكبرى طبعا بعد غزو العراق في عام 2004، ومرات عديدة أخرى. الرئيس أوباما استخدم هذا الحق لإخفاء بعض المعلومات عن عملية للقبض على تجار أسلحة هيولايت أريزونا. أما الرئيس ترامب فقد استدعى هذا الحق عدة مرات، أولها بعد توليه منصبه عند بدء التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. كان مجلس النواب ينوي استدعاء مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI جيمس كومي، ولكن كومي خرج من منصبه قبل أن يتم استدعاؤه. حينها قيل أن ترامب كان ينوي المطالبة بالامتياز التنفيذي لمنع كومي من الإدلاء بشهادته، كما أنه طالب بالامتياز التنفيذي حول التقرير الكامل للمحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام 2016. فما رأيكم؟ هل يجب أن يكون الامتياز التنفيذي موجودا في كل نظام ديمقراطي لمساعدة الرئيس على التملص من بعض القضايا أو الحفاظ على معلومات قد تضر بالأمن العام؟ أم أن الديمقراطية تقتضي أن تتاح جميع المعلومات للرأي العام؟